مبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده زي ما انتم شايفين كده، ده هعمل معاكم طريقه تخزين القرع العسلي او اليقطين بثلاث طرق مختلفين. ان شاء الله الثلاث طرق دول يعجبوكم ان شاء الله. وعايز اقول لكم كمان ان اليقطين ده او القرع العسلي مفيد جدا جدا جدا، ليه فوائد كتير جدا، بيعالج كمان كتير من الامراض. اليقطين ده مزروع في كل انحاء العالم، موجود تلاقيه موجود في كل مكان. كمان النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، كان بيحب القرع العسلي ده جدا، وكان بيحس على تناول القرع العسلي لما فيه من فوائد كتير جدا. وكمان دي كانت الشجره بتاعت سيدنا يونس، سيدنا يونس اللي هو سيدنا يونس. فعشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحس على تناول القرع العسلي ده، وكان بيحس ان ياكله مطبوخ، كان بيحبه جدا جدا، لانه بيعالج حاجات كتير. بيعالج اول حاجه، بيعالج بينظم السكر، وكمان بالتهابات المفاصل، وبيحافظ على الجلد ونضاره البشره. ليه فوائد كتير جدا، وكمان بيهدي الاعصاب والقولون العصبي، اللي عنده قولون عصبي. كمان للحوامل مفيد جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان هو مفيد لحاجات كتير بصراحه جدا جدا. عايزه اجمع لكم يعني شويه افكار انا كنت قريتها عنه، بس لو طلعت على النت هتشوف الفوائد العظيمه بتاعت شجره بتاع اليقطين ده اللي هو القرع العسلي. ان شاء الله يعني يا ريت ناس كتير جدا ما بتاكلوش يعني، او يعني مش حاطاه في بالها قوي. هو بصراحه احسن من البطاطا كمان، انتوا عارفين طبعا البطاطا ده احسن من البطاطا كمان، وفوائده كتير جدا زي ما انا قلت لكم كده. هنبدا بقى نصلي على سيدنا محمد كمان، عشان من الشجره كمان مباركه، فلازم تذوقوا طعمه يا جماعه، يعني هيعجبكم جدا جدا. اليقطين ده وليه كذا طريقه ان شاء الله هعملها معاكم بيها يعني. بس الاول هنوريكم الاول نخزنها ازاي مع بعض. هي اللي عباره، انا اول حاجه هقول لكم ازاي تعرفي تجيبي الثمره بتاعت القرع العسلي دي. القرع العسل ده بيبقى مطول زي ما انتم شايفين كده، وساعات بيبقى فيه مدور، وساعات تلاقي برضو اللي انا هحاول تجيبيها الصفات اللي انا هقول لك عليها دي، او المميزات اللي انت هتجيبيها اللي هقول لك عليها دي تجيبيها بيها. تجيبيها كده مطوله وما تكونش فيها اي خضار، اهم حاجه الخضار البسيط ده. عادي لو فيها خضار بسيط عادي، ممكن لو ركنتها يومين عندك تلاقيها بقت لونها برتقاني زي ما انتم شايفين كده. انا جايبه اتنين بس، هعمل معاكم واحده الاول لانها بتاخد مكان جد كبير جدا في الفريزر. وسعره يعني بسيط جدا، مش غالي قوي يعني. انا جايبه مثلا الاثنين حوالي 20 كيلو، الواحده دي تقريبا 10 كيلو ب 100 جنيه، يعني الواحده تقريبا ب 50 جنيه بس. يعني مش مهم الفلوس، مثلا اهم حاجه انها لها فوائد كبيره جدا، انت هتستفيد بيها وطعمها لذيذ يعني كمان، ولو اكلتها للاطفال حاجه كويسه ومغذيه. فانت هتجيبيها تكون حجم واحد يعني طول واحد، ما تكونش واحده رفيعه، ما تكونش رفيعه من ناحيه ومدوره من ناحيه، حاولي تجيبيها كلها كده زي بعضها. والمدوره بتبقى مدوره برده يعني تدويره واحده. فهنبدا بقى، القشره بتاعتها طبعا بتبقى سميكه شويه، بتغلب شويه في التقطيع، بس تخلي بالك انت تجيبي مثلا سكينه، طبعا بتعوز سكينه تكون كبيره زي دي كده، ما تكونش سكينه رفيعه تقطعي بيها علشان هتتكسر منك، لكن سكينه تكون سلاحها يعني سميك شويه وجامده عشان تقدري تقطعي. هنبدا بقى نقطعها مع بعض. انا غسلها طبعا القشره كويس جدا. هقطعها طبعا، مش هقطعها، ممكن اقطعها بالطول كده بس هتبقى صعبه عليا، فانا هقطعها بالعرض كده. انا بوريكم بس الطريقه، يعني دي عندي بقالها كذا يوم ما كانتش خضره ولا حاجه، هي لونها على لونها كده، شايفين لونها جميل ازاي برتقاني، يعني سبحانك يا رب، يعني ربنا خلق لنا حاجات كتير فيها فايده بس الناس ما بتعرفهاش بصراحه. في ناس كتير ما تعرف يعني، ممكن تعرف الثمره دي بس تقول لا انا مش احبها، البطاطا احسن واسهل يعني، لكن دي اللي يعرف فوائدها هيجيبها على طول. هنبدا بقى نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم، هقطعها انا من النص كده بسم الله. السكينه انا بحاول جايباها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. دي سميكه عايزه قوه بس شويه اهي، خلاص ايوه كده على طول اتقطعت اهي. كنت عايزه اعملها من النص بس ما جاتش من النص بالظبط، مش مشكله اهي. بيبقى فيها اللب بقى كمان بتاعها، شايفين يا جماعه لونها البرتقالي الجميل ده، ايه رايكم فيها؟ اللب ده طبعا اللي فيها ده ما بيترميش، بناخده كله اللي هي المليانه شويه، وبعد كده بنغسله واحمصه برده، وهوريكم طريقته ان شاء الله. ده اللب اللي هو الابيض اللي هو اللب القرع. اهم كده خلاص، انا قطعتها نصين على قد ما قدرت بقى، هي ناشفه بصراحه جدا وبتبقى عايزه سكينه حاميه،
فهوريكم بقى هعمل ايه فيها. دي اسهل طريقه ليها. يعني هنضف الاول اللب ده اهو، اقطعها نصين الاول برده كده. الرخامه طبعا اللي انا بعمل عليها نظيفه جدا، هنقطعها. في منه كمان يا جماعه بيتباع في السوبر ماركت جاهز، يعني لو ما انتش عايزه تتعبي وتقشريه وتعمله كده الطريقه دي، في السوبر ماركت بيتباع جاهز. ممكن تجيبيه برده، بس مش عارفه بصراحه سعره كام، يعني مش هتلاقيه غالي برده قوي. بس انا قلت برده اوريكم الطريقه اللي انا بقى بعمل بيها، يعني بخزن بيها القرع العسل. سهله جدا. اللب طبعا هنشيله كده ونعمله في البعدين، وانضف ال انضفها كده من اللب عشان نبدا نشتغل فيها. هنضفهم بقى، وبدل ما اعمل بس عشان ما اطولش عليكم هنضف اللب ده وبعدين اوريكم هعمل فيهم ايه. كده خلاص انا نضفت كل الثمره كلها وشلت البذر منها اللي هو اللب، احنا بنسميه لب وكده اللي هو البذر بتاعها. طبعا زي ما قلت لكم كده بيتحمص، بنغسله كويس جدا وننشفه، وبعد كده بنحمصه بشويه ملح صغيرين. هنعمل ايه بقى؟ اول طريقه هعملها معاكم ان انا هشوي. طريقه الشوي هي بتاخد وقت شويه في الفرن، بس بتبقى طعمها خطير جدا ولذيذ، ممكن تاكلها كده هي كمان اصلا ما شاء الله مسكره. هعمل ايه بقى؟ هاخد الجزء ده اقطعه نصين كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. الطريقه دي اسهل طريقه على فكره اللي انا وريتها لكم دي، للتقطيع بتاع اليقطين او القرع العسل. انا قايده الفرن طبعا، هاخدها كده هحطها بس في صينيه اهي القطعتين دول وهشويهم في الفرن. دي اول طريقه اللي انا هعملها ان انا هشوي دول في الفرن، وبعد كده هنشوف. انا ما بحطش عليها خالص زي ما انتم شايفين كده، حطيتها في الصينيه بس وبعد كده حطيتها في الفرن. انا قايده الفرن طبعا يسخن قبلها، علشان انت ممكن كمان اللي انت شويتيها دي تحط عليها شوكليت وتاكلها للاطفال، بتبقى طعمها جميل جدا ولذيذه. ممكن ما تحطيش شوكليت خالص وتاكلوها كده، بتبقى لذيذه وطعمها جميل، احلى من البطاطا كمان ومغذيه جدا ليكي وللاطفال. هنعمل ايه بقى؟ اسهل حاجه برده هنعملها، هنقطع دي قطعه كده اهي زي ما انتم شايفين اهي، سهله جدا. ناخدها واحده واحده كده، سبحان الله هي مخططه، تاخديها كده من الخط بتاعها وتقطعيها عادي اهي كده، سهله جدا. هي القشره بتاعتها يعني مش ناشفه قوي، يعني زي البطيخ انشف، يعني دي قشرتها يعتبر مش ناشفه قوي يعني، بس بتبقى عايزه قوه شويه وانت بتقطعي، وسكينه حاميه وتخلي بالك وانت بتقطعي علشان اهي شايفين اهي ما شاء الله يعني. كده دي طريقه. هنعمل بقى ايه؟ هناخد القشره كده بالراحه، نقشرها خالص بالراحه خالص اهي كده، بقت معانا. نجيب حاجه نحط فيها بقى اهي، سهل جدا كده تمام اهي. هبدا بقى ان انا اقطعه مكعبات كده. هبدأ ان انا اقطعه مكعبات معاكم برده واوريكم الطريقه. احنا عملنا خلاص طريقه شوي، وهوريها لكم برده لما تطلع شكلها عامل ازاي. المشويه دي بصراحه احنا هناكل منها دلوقتي، بتبقى جميله جدا، الولاد بتحبها يعني، حاجه لذيذه يعني اهي. انا بصراحه لما عرفت فوائده الجميله دي جبته، وقلت اوريكم ازاي تقدروا تعرفوا تخزنيه بطريقه سهله جدا ويبقى عندك من السنه للسنه، لان هو اصلا بيطلع وقت معين كده وبعد كده ما بتلاقيهوش، يعني ممكن تجيبيه دلوقتي هو موجود، يعني بعد كده ممكن تلاقيه في السوبر ماركت بقى، بيبقوا طبعا حاطينه في اطباق وكده وشايلينه، واللي يعني بتشتري بالطبق يعني. هنعمل ايه بقى؟ هنخرطه خرط كده صغيره اهي، او الحجم اللي انت عايزاه اهو كده، زي البطاطس اهي كده. ونبدأ نعينه، في نحطه في اكياس اوريكم برده هنعمل ايه فيه.
هنحطه زي ما هو كده في اكياس. دي طريقه، دي الطريقه الثانيه ان احنا هنحفظه في اكياس، الاكياس عادي بتاعه الثلاجه، على حسب ما انت عايزه بقى الكميه اللي انت حباها اللي بتكفيك يعني. وطبعا انا هعمل معاكم ان شاء الله كام فيديو برده لانواع معينه، انواع مختلفه جدا من القرح العسلي. هبدا بقى اجيب اكياس هي بتاعه الثلاجه، وتعبي بقى اللي انت عايزاه حسب اللي انت الكميه اللي انت عايزاها كده اهي. سهله جدا، سهل طريقه تخزينه، سهله جدا. والطرق بتاعته مختلفه كمان وكتير، بكل الاطعمه وكل الاذواق المختلفه يعني، ليه كذا طريقه. بسيط اهو، او الكميه دي كويسه جدا طبعا، بتكون كده عشان ما ياخدش منك مكان. وتش دي برده في التريلر بنفس نفس اللي انا عاملاها كده، ما تربطوش عشان ما يبقاش مكعبر يعني. هقطع بقى الكميه دي كلها مكعبات وبعد كده ارجع معاكم. كده يا جماعه عملت معاكم، انا قطعت كل قطعت الثمره كلها زي ما انتم شايفين بكل سهوله والله، اتقطعت معايا ما خدتش مني وقت خالص. اهم حاجه بس السكينه زي ما قلت لك تكون شديده جامده يعني وحاميه عشان تعرف تقطعها كويس وتخلي بالك من ايديك وانت بتشتغل. كده انا عملت معاكم الطريقه دي اللي هي بتاعت الاكياس، دي اسهل طريقه ان انت تشيليها على طول كده وتخزنيه زي ما هو كده في الفريزر، ما خدش حاجه خالص، تقطعيه مكعبات وتقشريه وتحطيه في الفريزر كده. الطريقه الثانيه اللي انا حاطاه يتشوي في الفرن وبعد ما يطلع هوريه لكم. وكمان قطعت شويه باقيين هحطهم في حطيتهم في حله اهي، وهحطهم على النار يستووا خالص طبعا، وهحط لهم بس ربع كوبايه ميه علشان ما يلزقش منك، وعشان يعني هو اصلا كده كده هيسرد ميه كتير اللي هي جواه. وكمان هو مهم جدا يا جماعه، هو الياف، نوع من الالياف كمان مفيده جدا لشبكيه العين زي ما قلت لكم، ليه حاجات جميله جدا انا قريتها عنه. اطلعوا بس انتوا على النت، ادخلوا على النت قصدي، وانت هتشوفوا كل حاجه، كل فوائد اليقطين او القرع العسلي. بيشفي من جميع الامراض والشافي هو الله طبعا سبحانه وتعالى. هنحط ربع كوبايه ميه بس وبعد كده هحطه على النار طبعا. وفي طبعا احنا بنحتاج ساعات في بعض الوصفات ان انا ايه احتاج القرع العسلي ده مبشور، فشلت شويه منه كده علشان اقدر ابشره ويبقى سهل عليا ان انا ابشر البشاره بقى وقطع كده صغيره واقعد ابشرها طبعا. فانا هشيله قطع طويله كده عشان اعرف ابشره كويس. هتشيليه عادي برده زي ده كده في الفيس، بس قطع طويله عشان لما تحتاجي ان انت تبشريه تعرفي تاخدي منه القطعه اللي انت عايزاها وتبشريها. انا عندي طبعا واحده ثانيه كمان قد دي بالظبط، بس لسه بقى مش هعملها دلوقتي، ان شاء الله اعملها بعد العيد ان عرفنا يعني وخلينا عمر. هي اعملها بعد العيد عشان المكان وكده. هنشيل كده، بس قلت اوريكم يعني جزء منها اهي، اوريكم واحده قصدي. هنشيله زي ما انتم شايفينه كده صوابع علشان تعرفي لو كنت عندك وصفه تحتاجي ان انت تبشري من القرع العسلي يبقى سهل بالنسبه لك بقى. هروح بقى نحط دي على النار واوريها لكم برده خطوه بخطوه هيبقى شكلها في النهايه عامل ازاي. نبص بص بقى يا جماعه على هو اللي انا حطاه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله كده بقى بيسرد سرد ميه كتير، عشان كده قلت لكم نحط ربع كوبايه ميه بس. شايفين يا جماعه اهو الميه لسه فيه برده، انا طبعا هسيبه لحد ما الميه اللي فيه دي تنشف خالص، وبعد كده اسيبه يبرد واعبيه في اكياس برده عادي. ويبقى ده النوع التاني اللي قلت لكم عليه بقى انا عملت معاكم، اللي في الاكياس العادي متقطع قطع مكعبات، وعملت معاكم اللي هي تتشوي في الفرن لسه ما تخلص، اما تتشوي هوريها لكم برده. بس قلت اوريكم اللي هو ده اللي هو على النار برده، سهل جدا طريقته، سهله جدا اهو، بيبقى استوى يعني خالص برده، ويبقى طبعا كش شويه يعني. شفت الحله كانت مليانه كش خالص ازاي، نزل خالص اهو، بيتعمل بقى انواع جميله مسكره، بيبقى حلو قوي صراحه يعني ما شاء الله يعني. هسيبه بقى لحد ما يشرب الميه خالص تحته اللي فيه، وبعد كده اسيبه يبرد واعبيه معاكم في اكياس برده. كده يا جماعه خلاص خلصت الثلاث طرق بتوع التخزين القرع العسلي اللي هو اليقطين. عملت معاكم بالطريقه العاديه اللي هي مكعبات وحطيناها في اكياس عادي اهو، وعملنا كمان المشوي قدامكم ما شاء الله طلع جميل ازاي يعني. ده سهل جدا، بس هو بياخد وقت في البوتاجاز طبعا، بس طبعا احنا عشان نختبره ونعرف ان هو استوى بالسكينه كده اهو. بصوا وكمان وجميل جدا يعني، الحمد لله طلعت مسكره جدا القرعيه دي. ممكن تحطي بقى عليها نيوتيلا شوكولاته من فوق، وممكن لو لقيتها مش مسكره ممكن تحط عليها سكر بودره، تحط عليها عسل نحل،
وتاكلوها بألف هنا وشفا، بتبقى جميله جدا ومغذيه. وقلت لكم طبعا ان هي بتشفي من امراض كتير سبحان الله يعني. وده ثالث نوع بقى اللي عملته برده، اللي هو المسلوق. ما يعتبرش مسلوق، احنا حطيناه على النار وحطينا عليه حوالي نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه، هو بينزل الميه بتاعته كلها، وعبيته في اكياس زي ما انتم شايفين كده. ونشيله برده في الفريزر وقت ما نحتاج نعمل منه اي وصفه بنعمله. عملت منه كيسين وعملت الاكياس اللي قدامكم دي. وده طبعا قلت لكم ان انا عملت برده اللي هو السليم، صوابع كده سليمة، عشان لو احتاجنا في اي وصفه ان احنا نبشر اليقطين ده نبشره. والمشوي برده سهل جدا برده، بقى طعمه حلو. هنقطعه عادي كده مع بعض برده واحطه في اكياس اهو، سهل جدا ازاي لانه مستوي في التقطيع، مش زي ما كان الاول وهو معمول اهو. والقشره بتاعته سهله انها تتشال زي ما انتم شايفينها كده اهي، سهله جدا. وبرده هقطع ده وهعبيه في اكياس او ناكله كده عادي زي ما قلت لكم، تحط عليه النوتيلا وتاكلوه عادي بألف هنا وشفا. اتمنى يكون الفيديو، هقشره بقى طبعا عشان ما اطولش عليكم. خلاص انا وريت لكم الثلاث طرق، واللب بقى بتاعنا صحيح. انا نسيت اقول لكم اللب اهو، طبعا انا يعني غسلته كويس جدا عشان بيبقى فيه مزلقه شويه طبعا لان فيها سكر. فتغسليه كويس جدا وتصفيه في مصفى وترش عليه رشه ملح صغيره وتشوحيه على البوتاجاز شويه، هيطلع معاكي احلى لب. شايفين يعني كمان هنخزن اليقطين وهنتسلى كمان باللب قدام التلفزيون. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك، واللي مش مشترك عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.